بسم الله الرحمن الرحيم. ITIL version 3 Information Technology Infrastructure API. أنا مؤمن هاني، مايكروسوفت ترينر سيستم انجينير. آخر محاضرة عندنا الـ ITIL version 3 ITIL Foundation Exam. تعال نشوف شكل الإكزام بتاعنا هيبقى عامل ازاي. هنتكلم عن الفورمات والإكزام preparation والإكزام كوست and number والإنفورميشن فاست. الفورمات شكل الامتحان، الامتحان دوت هيبقى مالتيبل تشويس، هيبقى 40 سؤال. تمام، هيبقى كام؟ 40 سؤال اختيارات كلها، وعشان تنجح فيه لازم تحل 26 سؤال صح من ال 40، يعني الفاليو من الاخر تبقى جايه 65% تكون حللهم صح عشان تنجح، عكس مايكروسوفت تجيب 70%. تمام، مدة الامتحان التايم بتاعه هيبقى 60 دقيقة، يعني ساعة. اما بقى بالنسبة للناس اللي هي بتمتحن الامتحان، طبعا بيبقى انجلش مثلا، بس انت لو انت مثلا، احنا في ايجيبت هنا اللغة بتاعتنا العربي، اللغة العربية، فمش هتنفع لو هتمتحن لغة غير لغة بلدك، ففي الحالة دي هتاخد 75 دقيقة، يعني الامتحان كله هيبقى ازيد ايه من 60 دقيقة. تمام، ومن حقك كمان تخش بالديكشنري، طبيعي يعني ان انت داخل على لغة تانية. تمام، بس طبعا خلي بالك مش تضحك على راجل الواقف تقوم داخل بالبوك خلاص بالكتاب بتاعك ولا حاجة، طبعا مش هينفع. طيب هنا بيقول لك ازاي تحضر للامتحان والكلام اللي هو العادي ده اللي هو من زمان قوي، اللي هو خد الستة جنيه وقلمك في جيبك وكده يعني. تمام، طيب هنا بيقول لك يعني لازم تبقى عندك معلومات كويسه جدا عن الكورس قبل ما تبدا تخشه، ويبقى عندك ده معلومات عن الكورس، وعندك معلومات اكسبيرينس بقى، معلومات عامه بابليك كده خلاص، وتكون بقى الحاجه المهمه تكون بابليك ستادي، سوري برايفت ستادي، يعني بتكون مذاكر مع نفسك، يعني مش هعتمد بقى ان انا ذاكرت الكتاب، لا انت زي ما قلت لك حتى في الفيديو الاولاني ان انت تقعد تفكر كده مع نفسك، هو الكورس بتاعي دوت استفدت منه في ايه، طب مش الكورس بقى يعني الصح بقى البوينت الفلانيه، يعني مثلا الجزئيه اللي في الاستراتيجي الخاصه مثلا بالفاينانشال مثلا، الحته دي انا لو انا دلوقتي مانجر مثلا، او انا سيستم ادمن ومسؤول عن الفاينانشال مثلا، طب هعمل ايه خلاص في الحاله بتاعتي، فابدا احط بلاننج دلوقتي، يمكن انا لسه مش محطوط في الموقف ده، بس لما يعني او انا قاعد معاك كده اقعد افكر في الموضوع انا ممكن اعمل ايه، اقعد يرسم كده، طب انا احط بلاننج. انت عارف دايما عشان تبقى يعني اللي بيحب المجال ده ويبقى محترف فيه او اي مجال، هو ده اللي الشخص اللي دايما ماسك قلم ورقه كده وعمال يرسم اي حاجه، لو قلت له عندي جهاز مش عارف مش شايف النتورك تلاقيه جابه وقلم وقاعد يرسم، تعمل ايه؟ بعمل ترابل شوتنج. ليه يا عم ده كلاين، ده ممكن يبقى سيستم ولا كارت النتورك بايظ ولا ار جي مش عارف ايه، تلاقيه بيرسم مهما كانت الحاجه تافهه، بس بيرسمها عشان يطلع الاستراتيج بتاعه في الاخر. والحاجه المهمه كمان تبقى مذاكر الكتاب بتاعك كويس جدا، تبقى فاهم الكتاب بيتكلم على ايه، فبحيث ان انت ما تخشش جوه تتخض، ايه ده؟ ايه الاسئله دي؟ زي مايكروسوفت كده، تلاقي اسئله مايكروسوفت بيعملوا دعايه لبرودكت تاني، يعني مثلا في يوم دخلت ال 64 الامتحان الانفرا مثلا، لقيته بيكلمني في تيم جي مثلا، طب ايه علاقه ده بده؟ هو بيكلمني في حاجه جوه، يعني مثلا الناتج، ما الناتج ده في تيم جي مثلا، وهكذا. هو بيعمل ايه؟ هو بيسوق للمنتج التاني، طب انا ايه، انا مالي، ذنبي ايه، انا لسه جديد، واخد بالك؟ طبعا مالكش دعوه بالكلام ده. هنا لازم تبقى فاهم الكتاب كويس جدا، لان الاسئله هتجيلك منه، بتجيلك اسئله بابليك بس بناء على فكرك، يعني هي مش هتطلع بره الكتاب كله حاجه خلاص. والحاجه المهمه بقى اللي انا شايفها اهم حاجه، ان انت يبقى عندك اكسبيرينس ما بينك وما بين الورك تيم بتاعك، يعني احنا كده قاعدين مع بعض والله يبقى في شيرد انفورميشن ما بيننا، شيرد اكسبيرينس ما بيننا وما بين بعض. تمام، والله ده سيستم ادمن وده سيستم انجينير وده سينيور وده مش عارف ايه، بنقعد بنحط بلاننج لشغلنا، والله ممكن نحلم بحاجات ومش في دماغنا ان احنا ممكن نحققها، بس بتلاقي نفسك في الاخر طالع. انت عارف اقول لك حاجه، انت مش لازم تشتغل في المجال ده عشان تبقى جامد، انت فقط انا عاوزك تقعد تفكر لو انا اتحطيت في كذا هعمل ايه، بتبقى جميله جدا لما بتتحط في الموقف ذات نفسي، بتلاقي
الفيكس بتاعتك بتبقى عاليه جدا، الترابل شوتنج بيبقى سريع، كل حاجه عندك بتبقى سريعه، فقط عشان انت بس حطيت بلاننج ان ممكن يحصل كذا وهعمل ديزاين كذا. تخيل نتورك، يعني عشان مثلا اقول لك حاجه، ناس كده بتقول لي مثلا ايه احنا بننسى، يعني مثلا يروح انترفيو، انا عارف ان هو كويس بس اجي اساله مثلا يعني ايه دي اتش سي بي، طب يعني ايه ينسى مثلا حاجه زي كده. اه طب عارف ايه اللي ما يخلكش تنسى؟ ان انت تجيب ورقه وقلم كده وتقعد ترسم مع نفسك، تقول والله انا هعمل شركه هكلفها كذا، او الراجل المدير مثلا قال لي خد 200,000 جنيه اعمل لنا شبكه ويلا عايزين نقدم سيرفيس وهنعمل ابلكيشن كمان سنتين ثلاثه وممكن في خلال 3 سنين يبقى عندنا 10,000 كده. قاعد يقول لك كام معلومه كده طياري كده، وانت ممكن يحصل وممكن ما يحصلوش، ممكن الشركه تقفل تاني يوم، الله اعلم يعني. خلاص الشاهد هنا بقى اللي انت بتستفيد من البلاننج، كل حاجه معموله بلاننج بتطبق تيبيكالي بنسبه 80% مثلا من البلاننج بتاعتك. اه احسبها والله، ومش غلط انت تروح لحد تقول له بص ما تفرجوش على الورق لانه مش هيفهم منك حاجه اكيد يعني، تمام؟ روح قول لي كذا، انا ايه رايك لو عملنا الشركه كذا، الديزاين بتاعها كذا، وانا كان معايا فلوس في الاول كذا، وعشان مثلا عندي قسم مثلا هعمل اقسام، ناس هتشتغل جرافيكس وناس هتشتغل سيلز وناس اتش ار وناس مش عارف ايه. اه الناس بتاعت الجرافيكس دي ده محتاجه اجهزه امكانياتها عاليه، اه بس بتاع السيلز ده مش محتاج اجيب له بنت ام سي ولا حاجه، واخد بالك انت؟ فانت بتوفر، بتعمل بالانس فاينانش، واخد بالك؟ يعني الحاجات دي بتبقى مهمه جدا. الفكره ده تقعد تفكر مع نفسك، مش لازم تفكر مع حد، تفكر مع نفسك، تمام؟ بتفيدك كتير جدا. exam preparation ازاي تجهز نفسك تخش الامتحان، الحاجات العادية بتاعتنا برضو غير مصطادك في جيبك وخد 6 جنيه هتلاقي حاجة ساقعة. يعني بتبقى بيقول لك هنا تروح قبل الامتحان قبلها مثلا بساعة، ده يعني الشائع بتاعنا، تمام؟ بتكون مثلا شايب حاجة سخنة او كافيه او تي او هكذا، يعني تكون نايم كويس قبليها خلاص، ويكون مثلا النهارده الامتحان يكون امبارح تكون بتذاكر يعني مثلا وقت متقطع شويه، ابدأ ذاكر في الامتحان، شوف هيبقى شكله عامل ازاي، شكل الاسئله هتبقى ايه، حل امتحان زيه زي بالظبط ما كنا من ابتدائي واحنا بنعمل كده، تمام؟ وطبعا من اهم الحاجات اللي ناس كتير جدا بتنساها ان انت ما تاخدش البطاقه بتاعتك الاي دي بتاعك او الباسبور او هكذا يعني، فخلي بالك من الجزئيه دي مهمه جدا يعني. طيب هنا بيقول لك بقى خلي بالك من الاسئله، اقرا الاسئله كويس، كلام بتاع برضه نفس الكلام، تمام؟ الاسئله تبقى مالتيبل تشويس، ما تتسرعش في الاسئله في الاجابه، طبعا احنا بنحفظ الامتحانات يعني بالسيري كده، ما تتسرعش في الاجابه يعني، وخلي بالك لان في ناس كتير جدا بتغلط وتدوس على حاجات فبتطلع نفسها من الامتحان، فخلي بالك من الجزئيه دي وتتابع جدا وخليك يعني ستيب باي ستيب كده. طيب الاكزام كوست هو بكام؟ بكام الامتحان ده؟ والله الامتحان الاي تي اي ال فاونديشن الاكزام نمبر بتاعه 0101، خلاص ده اللي هو فيرجن اي فاونديشن فيرجن 3 ب $159، يعني بالمصري كده هتلاقي 900 وكسور مثلا او حاجه كده، خلاص. ولو تلاحظ حتى دي الصوره بتاع البرومتريك، ده الامتحان اهو، انا دي الصوره واخدها لكم من برومتريك بالظبط كده، وتوفر بشويه اللغات دي جيرمان وفرنش، تمام؟ في جزئيه بقى مهمه، الناس اللي بتحب مايكروسوفت قوي، مايكروسوفت هي كمان بتدخل من خلالها في كل حاجه، ايه بقى؟ عملت لك شهادة زي الاي تي اي ال اسمها ام او اف او الموف مايكروسوفت اوبريشنز فريم ورك. طبعا الناس دلوقتي اللي بتسمعها تقول طب ايه ناخد مين ده ولا ده، انت ايه هترجع في كلامك ولا هتعمل ايه ولا إيه؟ يعني ايه بعد ما خلصنا مثلا تقول لي لا نعكس؟ لا بص، الموف دوت دي شهادة مايكروسوفت عملتها سنة 1999 زي ما انت شايف كده، خلاص. في منها فيرجن لغايه فيرجن 4، لغايه فيرجن 4 احنا خدنا في الاي تي اي ال اللي هم 5 كتب بنخلصهم، الاستراتيجي والاوبريشن
ديزاين والكلام ده صح كده؟ لا هنا متقسمين لأربع حاجات بس. أفاجئك بقى إن المف أصلا based on ال ITIL، يعني اللي انت درسته كله في الاي تي اي ال الخمسه دول هم دول اللي هتلاقيهم في الموف. بس بالعكس ده الموف اسهل. ليه بقى؟ الكورس بتاعنا طبعا بيبقى كله اكزامبلز، يعني هقول لك والله كذا عشان تفهمها، فاقعد اقول لك اكزامبل. ممكن الاكزامبل بتاعي ما يبقاش كويس فبتاعك انت يبقى احسن، فعشان كده الكورس تلاقي ايه اشتغل ومش كويس. تمام. الموف بقى فيها ميزه حلوه قوي دي اللي عجباني، اللي هو بيديك كيسه من بتوع مايكروسوفت، يعني بيديك حاله من حالات مايكروسوفت، بيقول لك مثلا في الديزاين الفلاني لما بيحصل مشكله بنعمل ايه. تمام. يعني بيديك حالات من بيقيس لك مثلا على على البوت بتاعت مايكروسوفت وهكذا. دي الموف. في بقى منها فيرجن تاني اسمه الام اس اف، مايكروسوفت سوليوشن فريم ورك. دي مش تبعنا احنا، يعني مش تبع الناس بتاعت النتوركينج والسيستم ادمن والسيستم انجينير وهكذا، دي خاصه بالناس الديفلوب. خلاص. نفس الكورس برضه بتتكلم زي الاي تي اي ال، بس يعني في ديزاين مختلف. زي انا بقول لك دي بتتكلم في الايه، في السكيورتي بتاع مايكروسوفت، مش بتاع مايكروسوفت، يعني بتتكلم من وجهه نظر مايكروسوفت، او لو واحد فاهم مايكروسوفت قوي هي الموضوع بالنسبه له هيبقى يعني المثال سهل بالنسبه له، او بالنسبه له اختراع مثال سهل قوي بالنسبه له، اختراع مثال من جوه الكيسز بتاعت مايكروسوفت، فيبدا يقولها ويتكلم بيها. يعني ده مايكروسوفت بتعمل كده يعني. خلاص. الفرق بينهم بقى ان الام او اف دي اصلا الكتب بتاعتها والماتيريالز وكده دي فري اصلا، الدوكيومنتيشن والكلام ده بتلاقيها افيلبل عادي خالص، تلاقيها موجود على النت. بس ما انصحكش تذاكر من كتب الام او اف وتخش امتحان الاي تي اي ال. بالنسبه للسعر الامتحان اعتقد الثانيه دي كانت 159، دي تقريبا 149، يعني الفرق $10 تقريبا يعني على ما اتذكر. تمام. بس انا انصحك لو هتدرس الاي تي اي ال، عاوز تمتحن الموف، عاوز تمتحن الاي تي اي ال امتحن، عاوز تمتحن الاثنين امتحن عادي خالص مفيش اي مشكله. عاوز تمتحن الاي تي اي ال وتبدا تعمل ادفانسد بقى للليفل اللي بعديه انترميديت وهكذا والماستر، عاوز توصل للماستر براحتك طبعا. يعني ربنا يوفقك ان شاء الله. يعني اتمنى يكون المحاضره دي فادتكم، يعني ايه الامتحان وهيبقى شكله عامل ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.